السؤال: في أوروبا كثر القيل والقال وكثرت الفتاوى بخصوص القروض الربوية والقروض من البنك لشراء سيارات أو لشراء بيوت أو للعمل وهذه المسائل، ويدعي البعض ويقول أن هناك من يفتيهم بهذا الأمر وهم علماء وكذا. فما ما ماذا تقول في هذا الأمر؟ يا أخو بارك الله فيكم، أجمعت الأمة وأجمع أهل القبلة، كل من يصلي باتجاه الكعبة، كل واحد بدعة مو بدعة سنة، كله أجمعوا على أن الربا حرام، وأجمعت الأمة وعلماء الأمة على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام. ما معنى الربا؟ شوفوا انتبهوا كيف كانت في الجاهلية. في الجاهلية كان الرجل يقرض الآخر مالا، فلما يأتي وقت السداد وما عنده فيقول له أعطيك وقتا آجلا وتعطيني زيادة، ماذا يفعل البنك؟ البنك يعطيك قرض ولأنه آجل فيأخذ زيادة، وهي الربا اللي هي 3% 5% 7% في بعض البنوك 24%. فهذا هو الربا، عين الربا. ويقول قال لك لا نحن نعطي ولا نأخذ، الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رواه مسلم، قال الجابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كله ملعون. وقال تعالى فإن لم إذا ما انتهيتم، قال يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم تؤمنون بالله، فإذا ما انتهيتم شو الحكم هنا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ذاك سبحان الله كلنا يعلم أن الربا حرام، والذين قالوا أنه يجوز لك تأخذ بيت بالربا أو كذا، قالوا يا أخي هذا الأمر بحجة أنه من باب الضرورة، من باب الضرورة. قال الربا حرام، الفتوى موجودة، الربا حرام ولكن من باب الضرورة. بس أي ضرورة هاي؟ أنت تستطيع تكون بالإيجار. قال أنا أخسر مالي هكذا، وهل خسارة المال يعني أنه تأخذ الربا وتدخل الحرام؟ أعوذ بالله. لو كل إنسان فكر هكذا معناته خلاص سيبيع المسلمين كلهم خمر وخنزير في هذه البلاد ويصيروا مثل الكفار. ثم أقول لهذا العاقل اللي يتهمنا، أقول له ما هو الأيسر بالنسبة إلي والأخف، أنه أفتيك بحرام القرض ولا أفتيك لا بحله حتى أخذ أنا قرض، صح ولا لا؟ ولكن هذا دين الله سبحانه وتعالى، ما يؤخذ بالهوى. نسأل الله العافية.